دراسة أجريت عام 2017 على تأثير الخمر على الإنسان ونظرته تجاه المرأة. فبمجرد أن يشرب الإنسان الخمر وبعد نصف ساعة فقط تتغير نظرته للمرأة التي أمامه وينظر إليها وكأنها أداة للمتعة فقط. قرر العلماء حقيقة ثانية أن الإدمان على الخمر أو تناول الخمر يطور لدى الإنسان سلوكا عنيفا تجاه الآخرين. ومعظم الجرائم التي تحدث اليوم في الولايات المتحدة هي من مدمني الخمر. سبحان الله، نتذكر ذلك العابد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حاولت المرأة أن تغويه فلم تستطع حتى شرب الخمر فوقع عليها وقتل الغلام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.